شهدت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم حفل تخرج 60 شابا وفتاة من المشاركين بتدريب في مشروع ابدأ حلمك بمحافظة بورسعيد ضمن محافظات المرحلة الثانية للمشروع. وتفقدت الوزيرة خلال زيارتها لقصر ثقافة بورسعيد معرض صناعة الأعمال الفنية من الحديد الخردة، وشهدت بالأعمال التي قام بها الفنانون من أبناء المحافظة. كما شهدت الوزيرة عرضا مسرحيا غنائيا قدمه شباب وفتيات ممن تم تدريبهم وتأهيلهم من خلال المشاركة في المشروع. النهارده من محافظه لمحافظه، الحقيقه ما بين الجنوب وبين الشمال، شيء عظيم جدا، مجهود كبير، لان زي ما احنا شفنا الحقيقه مجموعه الشباب اللي بيقدموا العرض او اللي هم في المشروع حاجه عظيمه جدا. كم التناغم اللي بينهم، الفكر بتاعهم ان هم يقدروا يصيغوا فكرهم مع بعض، والمدربين والاساتذه يساعدوا في خروجه بهذا الشكل، شيء اكثر من رائع الحقيقه. فانا سعيده طبعا جدا بنجاح هذا المشروع، وخاصة في هذه المدينة الجميلة طبعا، لأن الحقيقة كان في دعم كبير جدا كمان من المحافظة، وكان في دعم من أهالي بورسعيد.